السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب اذكروا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شباب أول إشي بنقول اللهم أطل في أعمارنا لطاعة الله وليس لمعصيته، اللهم آمين. تاني موضوع في اليوم إنه احتفالية 30,000 مشترك. قبل ما نبلش بالاحتفالية بقول لكم الله يجزاكم الخير جميعا وكل شخص اشترك ووصلني لهذا الرقم. فيا شباب خلينا نشترك اشتركوا يعني مرة ثانية عشان نوصل رقم ثاني ونعمل احتفالية ثانية وأحلى منها بإذن الله. طبعا أنا بشكر مين كمان؟ بشكر أصحابي اللي هن سووا لي الحفلة واتصلوا علي وقالوا لي تعال احنا عاملين لك مفاجأة. فالله يجزاهم الخير. فهلا انتوا راح تشوفوا يعني كيف هن مصورين، يعني صوروا كيف صف يعني ظبطوا الاغراض وكل شيء تمام، وبعدين وقت تجي تعملوا معي مفاجأة من اهل الكلام سبرايز زي ما بيحكوها. ما لها الضوء كل شيء بيطفي، بطفيش ولا تمام حبايبي. يلا خليكم على المقطع ويا رب يعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا بسم الله. ابتسم للناس وارسم بالأمل وجه الحياة، ابتسم للناس وارسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعيت. ما يدوم الحال مهما طال يا ابن آدم مداه، كل شي وله نهاية دامك اللي به بديت. ابتسم للناس وارسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعيت. ما يدوم الحال مهما طال يا ابن آدم مداه، كل شي وله نهاية دامك اللي به بديت. انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبة ولا يعني ما دري. عانق احلامك بكلمة الله يسمع من رجاء، قوم يلا قول يلا هذا انا جيت ورجيت. عانق احلامك بكلمة الله يسمع من رجاء. السلام عليكم شباب، اليوم حابين نعمل مفاجأة ليحيى بمناسبة وصوله ل 30,000 مشترك، فجهزنا شوية اغراض ورح نعمل مفاجأة هسا، نستنى لبين ما يجي. طبعا هسه هون هي اني، هون في عنا مديان، هون في عنا سعيد، في شاب رابع معنا كمان شوي بيطلع، فهسه رح نستنى يحيى اما يجي بنبدا. هاي شباب، هاي تقريبا يحيى وصل، يقولوا شوي بس برن الجرس، يعني هو على الدرج. مبروك مبروك يحيى، مبروك الله يبارك فيكم، اقبال المليون. شنو المفاجأة الحلوة يا شباب؟ السلام عليكم يا شباب، انا بشكر اصحابي على الهدية اللي سووا لي اياها، اشكركم جدا. مبروك مبروك والله، مليان تستاهل والله حبايبي. وسعيد، وفي عندنا كمان واحد رابع بس خجول شوي. المهم الله يجزاهم الخير، و والله يجزاكم الخير كمان انتم انكم وصلتوني 30,000 متابع، وان شاء الله نوصل 100,000 وبنعمل كمان حلقه لل 100,000 وال 50,000 وكلياتهم ان شاء الله تمام. وبس صورك هسه بس انتم قطع تمام، ونقطع الكيكه، نظبط الكيكه، نقطع كيف نقطع هذه؟ شلون؟ طيب الحين انا صورك تقعد تقطعها شلون نقطع؟ يا اخوي جاب ساكن الاسم؟ يلا صوره هو قطع الكيكة فيديو. للناس ورسم بالأمل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي.
ما يدوم الحال مهما طال يبنى دم داه كل شيء له نهاية دام كل به بدأ ابتسم للناس ورسم دنام الوجه الحياة يلا طلعها كتاب ربك يسمع كلام الداعي ما يدوم الحال مهما طال يبنى دم داه انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه ابتلائك من محبة ولا يعني ما دري عانق احلامك بكلمة الله يسمع من رجاء قوم يلا قول يلا هذا ناديت ورجاء عانق احلامك بكلمة الله يسمع من رجاء قوم يلا انا بلشت الفيديو عادي قبل يلا يلا استاهل يحيى والله استاهل يحيى والله شو اسم والله العظيم تخوف يا رجال بس شو مديها؟ والله انت اكبر والله تستاهل يا هيك اكبر فقير الله يسعدك اكبر فقير انت وحيسعيد ملك التصوير كمان مبارك يحيى الله يبارك فيك يلا خلينا نبلش بالكيكه الكيكه دابا شغل مروحه يا شباب هاي سعيد حاب اسلم عليكم طبعا ان شاء الله بالمستقبل راح يصير مهندس معماري طب هتكلم سعيد اسكت شوي بعيد لا ما في عيد ما في عيد اتكلم بس لا 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 هاي الشباب بعد الاعاده هاي سعيد حاب اسلم عليكم كيف حالك سعيد الحمد لله كيفك انت والله نحمد الله ونحب نقول لك الف مبروك وعبال 100,000 ان شاء الله الله يبارك فيك وتصير ان شاء الله مهندس معماري وتبني احسن من برج خليفه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طبعا شباب الكيكه زاكي جدا يا اخي هل ترى من شو مصنوع اسمي؟ ويا اخيرا الاسم شباب زي ما انتم شفتوا في اخر لقطه كنت قاعد باكل الاسم صراحه كنت متشوق جدا اني اعرف من شو المكونات اللي صنعوا فيها الصوره تاعتي مش داري صراحه على كل بس كانت زاكية فبقول لكم مره ثانيه الله يجزاكم الخير والله يجزا الخير لكل اصحابي اللي عملوا هذا الاشي يعني صراحه مش داري والله ان كانت يعني لحظه جميله يعني مفرحه صراحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات والارض ودمتم في امان الله السلام عليكم.